النهارده هنعمل اكله اعتقد ان احنا كلنا بنحبها، اكله مشهوره جدا، اكله مصريه جدا. النهارده هنعمل حواوشي في الفرن، او ممكن نعمله طبعا على البوتاجاز برضو، هوريكم ازاي. بس خلينا الاول نشوف مقاديرنا ايه. انا اول حاجه معايا كيلو لحمه مفرومه خشن، معايا نص كيلو بصل مبشور، واحده طماطم مبشوره، واحده فلفل حراق وفلفل اخضر الاثنين مفروم ناعم، 100 جرام دهن كندوز، 2 معلقه كبيره دقيق عشان نربط بيها، بقدونس مفروم ناعم برضو، شطة، جوزة الطيب، رشة سكر، رشة بهارات، عيش بلدي وسمنة بلدي دايبة علشان ندهن بيها العيش. طيب أول حاجة طبعا إحنا كل اللي إحنا هنعمله إن أنا عايزة أحط كل المكونات على بعض، أحط اللحمة على الخضار كله بتاعي، وهحشي العيش بيه بعد ما ادهنه بالسمنة وندخله الفرن مع بعض. فتعالوا أول حاجة نخلط كل المكونات بتاعتنا او كل مقاديرنا مع بعض. نحط اللحمه. الدهن ده مهم قوي، بيفرق قوي قوي في طعم الحواوشي، يعني للاسف مضطرين نستعمله حتى لو هو هيتخن شويه، بس هو بجد يعني بيفرق جامد جدا في الطعم. طماطم، فلفل الرومي بقى والفلفل الحراق، لازم فلفل حراق ولازم شطه في الحواوشي، يعني مش عارفه ما اعتقدش ان ينفع من غيره. الدقيق، بهاراتي بقى كلها، شطه، نقطه سكر، طبعا احط ملح وفلفل، فلفل شويه كتير، ملح، نزود فلفل تاني. وانا عايزه بقى اخلط كل المكونات، كل المقادير دي مع بعض كويس قوي. طبعا برضو في كذا طريقه بيتعمل بيها الحواوشي، في انه يتعمل بعجينه مش بعيش. انا طبعا بس فضلت الاسرع والاسهل، ومره تانيه نعمل العجينه من الاول. نحشي واحد مع بعض، هجيب السمنة وادهن العيش من بره ومن جوه. ندهنه كمان من الظهر.